مساء الخير سيدي. سمير، كيف تقرأ على الأقل مرة أخرى تمسك المؤسسة العسكرية من خلال الفريق أحمد قايد صالح بتفعيل المادة 102 من الدستور، لكن هذه المرة بالتناغم وبمراعاة أحكام المادة 7 و8 من الدستور نفسه؟ كنا قد عبرنا يوم طلب قيادة الأركان بتطبيق المادة 102 للخروج من الأزمة السياسية التي تعيشها الجزائر، وقلنا أن تطبيق الحرفي لهذه المادة لا يكفي إلا إذا كان متناغما مع المادة 7 لتقول أن السيادة للشعب. نثمن بيان قيادة الأركان اليوم ونقول أنه استجابة لمطالب الشعب الجزائري وتناغم مع ما رفعه الجزائريون أمس الجمعة للمرة 6 على التوالي. لن يكون هناك من حل إلا حل سياسي عبر حلول شبه دستورية بالتنسيق والتوافق مع مطالب الشعب الجزائري، مع ممثلي الشعب الجزائري، مع الطبقة السياسية. نظن أن الجيش استجاب لكل الدعوات التي دعته إلى تحمل مسؤولياته الدستورية بحماية الأمة، بحماية الجزائر، بحماية سيادة الجزائر، بحماية مؤسسات الجزائر. طيب سمير بالعربي، أنت تثمن ما جاء لسان نائب وزير دفاع رئيس أركان الجيش، لكن هل ما طرحه مرة أخرى الجيش قد يفهم بأنه رفض للمرحلة الانتقالية؟ وهل سوف نكون أمام تطبيق حرفي لنص المادة 102؟ سنجد أنفسنا أمام انتخابات بعد 3 أشهر في آية و135 يوم في آية. أنت مع الناشط في المعارضة كثيرا ما قلتم بأن المشكل هو في الانتخابات، يعني علينا أن نصلحها. هل معنى ذلك أن سمير بالعربي يقبل بتطبيق المادة 102 بحذافيرها؟ قلت لك يا سيدي أننا مع تطبيق المادة 102 بما يتناغم المادة 7 والمادة 8، يعني ما هوش التطبيق الحرفي اللي بعدها تؤول الرئاسة الدولة إلى رئيس مجلس الأمة وتبقى الحكومة بدوي. نحن نقول بما يتماشى والمادة 7. أكيد هي مرحلة انتقالية، الجزائر اليوم تعيش مرحلة انتقالية ابتداء من يوم 11 مارس، ولكن الشعب ما زال متضامنا، الشعب ما زال واعيا، ما زال واقفا، ما زال حارسا على أن لن تسرق ثورته الشعبية. الشعب يريد حلول سياسية شبه دستورية، لأن مؤسسة الجيش لا تريد أن تتعدى الدستور الجزائري، تريد أن تجد حلولا شبه دستورية. الدخول في مرحلة انتقالية يعني أنه سوف تكون هناك بعض المقترحات التي كثيرا ما ندينا بها، ولكن أهم شيء وهو الحكومة التوافقية وهو التأسيس لهيئة وطنية لتنظيم الانتخابات. فقط عندها يمكن القول أن الجزائر قد تخطت أشواطا كبيرة من أجل بناء جزائر جديدة على أسس صحيحة. طيب سمير زي